أهلا بكم. أوجد احتمال رمي عدد زوجي 3 مرات باستخدام حجر نرد سداسي مرقم من 1 إلى 6. إذا لنقم فقط بمعرفة احتمال الحصول عليه في كل مرة. إذا احتمال الحصول على عدد زوجي على حجر نرد سداسي P لي even rule on six-sided dice. لنفكر في الاحتمال. حسناً، كم عدد الاحتمالات الممكنة لدينا وكم عدد النتائج الممكنة التي نحصل عليها؟ حسناً، نحصل على 1، 2، 3، 4، 5، 6. وكم منها يحقق هذه الشروط بأن يكون عدد زوجي؟ حسناً، يمكن أن يكون 2، 4، أو 6. إذن الاحتمال هو الحوادث التي تحقق ما نريد، الشروط التي لدينا هنا. إذن لدينا 3 حوادث ممكنة وهي خارج المجموع الكلي، وهو 6 حوادث. إذن هو 3 تقسيم 6 والتي تساوي 1 تقسيم 2، احتمال الحصول على عدد زوجي في كل رمية. الآن نريد أن نلقي الحجر 3 مرات، وهذه كلها حوادث مستقلة، في كل مرة نرمي بها لا تؤثر على الذي سيحدث في الرمية التالية. إذن لا يؤثر على الرمية التالية. إذن احتمال رمي عدد زوجي 3 مرات، احتمال رمي عدد زوجي 3 مرات، P لي ruling even number 3 times، 3 times يساوي احتمال الحدث مرة واحدة، P لي even rule one time، أو الحدث على حجر النرد السداسي on six-sided dice. هذا الشيء هنا يساوي هذا الشيء ضرب هذا الشيء مرة أخرى. حسناً، هذه رميتنا الأولى، سوف أنسخها وألصقها، ضرب ذلك الشيء ثم ضرب ذلك الشيء مرة أخرى. أليس كذلك؟ هذه رميتنا الأولى التي هي ذلك، هذه رميتنا الثانية، وهذه رميتنا الثالثة، إنها حوادث مستقلة. إذن هذا سوف يساوي 1 تقسيم 2، وهذا نفس الشيء، ضرب 1 تقسيم 2 ضرب 1 تقسيم 2، وهذا يساوي 1 تقسيم 8. إذن لدينا 1 من 8 احتمالات للحصول على عدد زوجي في كل الرميات، في هذه الرمية وفي هذه الرمية وفي هذه الرمية. إلى اللقاء.